حي الجزائر. حي الجزائر. سوق الجملة من البيض والدجاج ومواد غذائية. الأخبار عليكم والشغل؟ والله ضعيف بشكل. عجب. والله يعني ثقة بالمادة، العالم ما عندهم ثقة بالمادة، إنه يخافون أي لحظة ماكو رواتب من الناحية يعني. والله حين نزل يعني دجاج كيلو بأربعة يعني مجزور وكامل عراقي، والبيض يعني من 2500 أغلى شيء بأربعة يعني، بعد الدب الصفا بس هذا شوية. بس إحنا المشكلة الإيراني هيجي تعبان يعني، ويعني تعبان حيل تعبان، هذا اللي أذى السوق يعني. أذى السوق. حيل أذى السوق. بيض عراقي ودجاج عراقي أحسن شيء. أسعار البيض يعني مناسبة مليحة. يعني الكرتون أكو 39 أكو 41 أكو 42 حسب الخشنية مالته والنظافة. الوزن يعني. الوزن إيه نعم، وزن أكو 24 26 25 أكو ناعم. اليوم الطبقة بثلاثة ونص. إيه بس وزنه يعني 20 قول 21 درجة أولى تركي صبار عميق. الأخشن 4 ونص يعني، هسه أخشن بيض نقول 4 ونص يعني، ما فقد مرة خشم إلا العدل الجامبو والدبل صبار. والله السوق ضعيف بصورة عامة يعني، بالنسبة كله يعني بصورة عامة. الدجاج النوعية اللي عندك؟ والله عندنا أكو عراقي حد باء، وأكو تركي، وأكو برازيلي. العدل وطلب أكثر يعني محج. ما سوى حسب رابط العالم. والله اكو من يجي يقول لك بالاسم غير عراقي مثلا الحدباء. اسعار البيض اسعاره مناسبه، واسعاره كلها تقريبا جوا ال 50، طبقه تقريبا تطلع ب 4000. اسعار مناسبه بالنسبه لاسعار البيض عموما، كله حسب الوزن. على الوزن ينباع يعني تقريبا اعلى وزن 52000، والباقي كله بالاربعينات يعني 45 42 46 يعني، طبقة تقريبا تطلع ب 4000، أقل من 4000 بالجملة. الدجاج موجود هسه برازيلي والأوكراني والتركي موجود، وأسعاره أيضا مناسبة وفي تراجع يعني. أسعار الدجاج كلها تقريبا في تراجع يعني، أسعاره زينة يعني، السوق عموما يعني ركود يعني. موجود بالسوق الإيراني والتركي. الإيراني الطبقة على 3 3.5، التركي يختلف سعره بستي اكو 4.5 اكو 50 اكو وزن 19 كيلو اكو وزن 24 كيلو اكو وزن 27 كيلو. الايراني وزن يجي 22 20 19 كيلو تقريبا ثابت ايه. بس هذا التركي كله يختلف، التركي كله يختلف. ايوه المقبول اكثر. المقبول طبعا التركي علينا طلب. طيب علينا طلب، بس الايراني انكسر السوق مال بيض الايراني. ليش؟ بعد يجي بلا عبور وبلا هذه، هذا التركي كله يجي عبور ونقل، وهذه الايراني يجي لا نقل ولا عبور.